سارة سارة، بقولك ايه، انا زهقان قوي، ما تيجي تلعبي معايا؟ حاضر يا شيرين، ما انا بلعب معاك. هو عايز ان احنا نلعب ايه؟ بقولك ايه، انا عندي فكرة جهنمية، ما تيجي نعمل حاجات نضايق بيها الناس، ايه رأيك؟ طيب انا معاك. عايز تعمل ايه؟ بقولك ايه، تيجي نملى البلالين ومية ونرميها على الناس من فوق؟ ايه بتهزر يا جوليا؟ دي فكرة صعبة قوي، احنا كده ممكن الميس تزعق لنا او حاجة. لا لا لا، ما تقلقيش خالص، ونحط بقى فيها كمان مية ساقعة. ها 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 ها، بجد بتهزر يا جوليان؟ هتكون فكرة فعلا فظيعة. طيب تعالى كده نشوف، ندور هل هنلاقي بلالين ولا لأ. اه طبعا يا بنتي هنلاقي، احنا قاعدين في المدرسة، دي سيتي ولا ايه؟ بنلاقي فيها بلالين بالعبيط. طب بص، خد انت بالونة حمرا اهي، وانا هاخد البالونة الصفرا. ممكن بقى ان احنا نملاهم ونطلع نرميهم من فوق، هتكون فكرة حلوة قوي صح؟ اه بس وطي صوتك عشان ما تقوليش لحد. ايه ده، الميس جاي علينا اهي. يا نهاري، واحنا بنملى الميه، فكرك هتقول لنا حاجه؟ لا لا لا، ما تقلقش، سيب الموضوع ده عليا. اوكي بتعملوا ايه يا اولاد؟ ابدا يا نيس، احنا بنملى كور عشان ده بروجكت تبع المدرسه. طيب اوكي حبايبي، بس بليز ما ترموهاش على بعض عشان ما حدش فيكم يعي. اوكي حاضر يا ميس، اكيد طبعا، ما تقلقيش، ما تخافيش خالص، مش هنرميها على بعض. مش عارفة ليه انا شاكة فيكو، بالذات جوليان ده، انا عارفة ان انت جوليان ما بيجيش من وراه غير المصايب. لا يا ميس، عيب تقولي كده، انت عارفاني ما بعملش اي مشاكل، ده انا اكتر واحد نسمة في المدرسة. هتقولي هات بقى بلالين دي عشان انا شاكة فيكو اصلا. اوف، ميس خدت البلالين مننا، انا زعلانة قوي. فكرك هنعمل المقلب بتاعنا ازاي؟ ما تقوليش يا بنتي، سيب الموضوع ده عليا، احنا نطلع فوق ونملى بلالين فوق، في الدور اللي فوق محدش هيعرف خالص. صدق فعلا فكرة، ممكن نطلع فوق ونملاها من فوق صح؟ اه يا بنتي تعالي نطلع بقى فوق ونملاها ونرميها على الناس من فوق، محدش هيشوفنا خالص. هتكون فكرة فعلا جهنمية، ونحط بقى فيها كمان مية ساقعة، الناس هيبصي هيتهبلوا من الموضوع ده. طيب ماشي اوكي، اهو احنا معانا بقى، انا معايا كورتين، بالونتين لونهم احمر، وانت معاك بالونتين صفر. يلا بقى نروح نرميهم على الناس. يبقى مقلب جامد جدا، ممكن نحط بقى فيهم كمان شوية رملة. لا كفاية مية بس يا بنتي، بقى هي المرة الجاية لما نحط فيهم رملة، انتي طلعتي شريرة جدا. ايه عيب عليك، ما انا مالية معاك البلالين، اكيد لازم اطلع شريرة يعني. اوهو، البلالين بتاعتنا جاهزة. يلا بقى هنقف كده هناك ونرميهم بقى على الناس من فوق، ونشوف ايه اللي هيحصل. بس استنى بس 5 دقايق لحد ما الناس كلها تتجمع، بكده نرميها بقى عليهم. اما اطلع اشوف العيال اللي فوق دول بيعملوا ايه، انا مش عارفه اشكى فيهم. جوليان واقف كده لوحده فوق. ايه ده، ساره بقولك ايه، تخبي بسرعه، الميس شكلها طالعه فوق، خبي خبي البلالين. لا الحمد لله شكلها مش هتطلع، هي شكلها واقفه بس كده تحت، الحمد لله ما طلعتش. طيب يلا بقى، الناس هي اتجمعت هي تحت، يلا بقى عشان نرمي عليهم. لا لا بصي، استني بس كده اشوف الميس فين عشان انا شاكك فيها. اوكي تعالي عادي كده، احنا معانا كام بالونه، تعالي نزود البلالين عشان احنا معانا كده 4 بلالين بس. طيب اوكي خلاص، انا اروح اكمل مالي بلالين واجيلك تاني. اوكي انا هكون قاعد مستنيكي هنا. واو ايوه كده، معانا بلالين كتير جدا، كل واحد هياخد بالونه فوق نافوخه. ها ها، صدقيني هيكون مقلب مسخره، انا بصراحة بديت اخاف منك يعني، مقلب هيكون جامد جدا الصراحة، مش عارفة ايه اللي هيحصل. ايه ده، ده ناس كتير قوي تحت، يلا بقى نرمي عليهم. يلا 1 2 3 ووهو. الناس اللي تحت كلها اتغرقت. ايه ده، المية اللي جت علينا دي جيت منين؟ جت منين المية الفظيعة دي؟ وكلنا والمدرسة حتى اتغرقت. انت يا ولاد، انت دول تحت حالا، انا ليا تصرف تاني معاك، وانا هعمل استدعاء ولي امر عشان تبطلوا ترموا كور المية علينا. بسرعة روحوا اطلعوا عشان نعمل ازاي تعملوا معانا كده. انا هوريكو عشان تبطلوا انتوا ترموا علينا كور المية دي تاني. سامعين؟ وانتوا الاتنين عندكم استدعاء ولي امر، مينفعش تخشوا المدرسة دي تاني غير لما مامتكم وباباكم يجوا معاكم المرة الجاية، عشان اللي انتوا عملتوه ده اكبر غلط ممكن تعملوه. بجد يا ميسي احنا اسفين، بس احنا كنا بنهزر، ده مقلب حلو اوي والجو كان حار. ما ينفعش اللي انتوا عملتوه ده، تفضلوا بقى فيه بانشمنت، ومحرومين كمان من الرحلة اللي هتطلعوها. كنت هتطلعوا رحلة قريبة تبع المدرسة، بس خلاص انا مش هوديها لكم، وغير كده كمان انا هعمل لكم استدعاء ولي امر. ايه يا ميس، يعني كل ده خلاص، يعني ما كانش مقلب، بنهزر. ما صلي على النبي كده يا ميس. عيب كده يا ولد، اتفضل انتوا الاثنين روحوا هناك بقى في البرايفت كورنر هناك كده، وقفوا بقى كده فيه، وهنبلكوا انتوا كمان بالمايه عشان تتبلوا كل اصحابكم اللي موجودين في المدرسه، وكمان هنعملكوا استدعاء ولي امر عشان تضطروا تعملوا كده تاني.
خلاص يا ميس احنا اسفين، المره الجايه مش هنبقى نعمل، صدقيني مره مره هنتعود. وتلاقي الموضوع اختلف خالص، احنا فعلا اسفين. اوكي يا ميس. لا برضه انا مش مسامحاك، وعلمتوا عملتوه ده، انتوا بهدلتوا المدرسه كلها وغرقتوها كلها ميه، فضلوا كمان بقى مسحوا الارض كلها اللي انتوا غرقتوها، واعتذروا كل الناس اللي انتوا غرقتوهم، وبعد كده جيبوا برضه استعوا امر. حاضر يا ميس، احنا بجد اسفين جدا، خلاص احنا اسفين لكل الناس، مش هنعمل، مش هنغرقكوا تاني، ومش هنعمل كده تاني، احنا اسفين. اتمنى يا صحابي يكون الفيديو فظيع عجبكم، بليز وريني في الكومنتات ايه رايكم فيه، وبليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني اوي يا صحابي، باي باي.